علاقة بينا وبين المغرب؟ أنا سبق لي وقلت أن ما عندناش مشكل مع المغرب، يبدو أن المغرب عنده مشاكل معنا. اتفضل اتفضل، جلسوا على طاولة وقول ما هي المشاكل نتاعك معايا. أما قضية الصحراء ما هيش قضية اليوم، ما هيش والدة اليوم، عندها 40 سنة، 40 سنة، وقضية الصحراء لها بين يدين الأمم المتحدة وفي اللجنة تصفية الاستعمار. مغربية الصحراء هذا شيء لا جدال فيه، ولكن كنا ننتظر من كولومبو أن يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. كنا نريد أن يعرف الناس النوايا الحقيقية لمن هم يساكنوننا ويجاوروننا. ولله الحمد سبحانه وتعالى، فقد انكشف الغطاء وعرف كل واحد بقيمته الحقيقية، قيمته البشرية، وقيمته السياسية.